ياسن عدهم الليل عدا سق من وعوق. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام في كل مكان أحييكم في هذا اليوم الجميل، يوم تحطيم للتوقيت الزمنية، يوم السرعة، يوم الإبداع، يوم ختام هذه المرحلة الجميلة من هذا الأسبوع لنستعد للأسبوع القادم. الأسبوع القادم وما أدراك ما الأسبوع القادم، يوم الذهب، يوم الفضة، يوم البرنز، يوم الكؤوس، يوم الميداليات، يوم الاجتماع الخليجي الأخوي مثل هذا الاجتماع الكبير. أتابع مع حضراتكم مقدمة الشوط، الله يا المركز الأول، رياض بن ثامر السعدون يقدم وداع، وداع ويا مصعب الوداع. صالح بن محمد اليامي متابعا في التضمير والعناية. المركز الثاني، ثانيا مشاهدينا الكرام، حضرت في هذه اللحظات حضور اللي حضرت في هذه اللحظات وغطت على كل الحضور مع المركز الثاني، تعود ملكية حضور محمد بن سلطان بن مرخان غير الصعد. المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات زعفران السيف بن مسلم بن قنزول العامري، زعفران غيرت، زعفران احتلت المركز الأول، وما أجمل الزعفران، الزعفران اللي محضر على الطاس في راسها يعجبك لمعة شقارة. المركز الثاني مشاهدين الكرام شعار بن جهويل مع المركز الثاني في هذه اللحظات، نعم ينطلق مع المركز الثاني محمد بن حمد بن جهويل، متعبة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث نرى اللي وصلت في هذه اللحظات عتب قادمة مشاهدين الكرام، عبد الله بن صالح بن سعيد بالعرج، أيضا الأسماء اللي قادمة مشاهدين الكرام. أعود إلى مقدمة الشوط إلى متعبة مع المركز الأول. متعبة مع المركز الأول مشاهدين الكرام، محمد بن محمد بن جهويل المري مع المركز الأول. المركز الثاني سلهودة مع المركز الثاني، سهيل بن عويضان، محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث زعفرانة مشاهدين الكرام تحتل المركز الثالث، سيف بن مسلم بن قنزول العامري. المركز الرابع، رابعا حضور محمد بن سلطان بن مرخان هو المالك. المركز الخامس تحمل الرقم 6 تتدخل في هذه اللحظات الشاهينية، الدودة بن ضبون العامري. في هذه اللحظات اقتحمت المجال، تعرفوا عليها الزملاء وأرجو المساعدة وتسجيل المطايا المشاركة. المركز السابع مشاهدين الكرام وصلت مصيحة، مرحبا بمصيحة، مرحبا بشعارها، مرحبا بالشاعر محمد بن حمد بن مشيط المري، ولكن هنالك شعار تتدخل في هذه اللحظات واحتلت المركز الثاني وغيرت وانتقلت إلى مقدمة الشوط، لكن بنصيدها في هذه اللحظات. هذا شعار الدوسري، اشعار الدوسري بن حميان عايض بن حميان الدوسري يقدم لنا هذا الشعار الكبير. المركز الثالث مشاهدينا الكرام من تحمل الرقم 17 ايضا سالم بن سعيد بن منان السويدي، شعاره قادم يا خميس يا الزرعي، قادم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. ولكن اعود الى مقدمة الشوط الى الشاهينية، المركز الأول ما زال شعار الدودة بن ضبون العامري مع الشاهينية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات
من تتواجد مع المركز الثاني، شعارك يا سهيل. المركز الثاني سهيل بن محمد الهاملي مع المركز الثاني. المركز الثالث شعر سالم بن سعيد بن منانة السويدي. المركز الرابع سلهودة ملك محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الخامس حضور محمد بن سلطان بن مرخان. المركز السادس مياس سالم بن حمود العفاري. المركز السابع عتب عبد الله بن صالح بن سعيد بالعرج. ايضا الشعارات القادمة، الشعارات اللي واصلة، عامر بن حمد بن عفصان يقدم شواهين، وهنالك ايضا مشاهدين الكرام متعبة حمد بن محمد بن جهويل، وعاشرا شعار عايض بن حميان الدوسري. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى مقدمة الشوط اللي مسيطرة مع المركز الاول، تحمل الرقم 17 سهيل بن محمد الهاملي. الله يا الهاملي مع المركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني شعار المتحدي سالم بن سعيد بن منان السويدي. خميس الزرعي يتابع في التضمير. المركز الثالث مشاهدين الكرام مياس سالم بن حمود العفاري. المركز الرابع وصلت عتب تعاتب قادمة عبد الله بن صالح بن سعيد بالعرج. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. الله يا سلام، شعار المتحدي ذهب مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. من قدم لنا مشاهدين الكرام صبر وهم هجر، وهذه بنسميها صبر، ما دام ما هي مدونة بقلها صبر. وروحي المتحدي انمون المركز الأول صبر. تهانينا لسالم بن سعيد بن منان السويدي ولخميس الزرع المتابع في التضمير. المركز الثاني مياس سالم بن حمودة العفاري. المركز الثالث شعار عبد الله بن صالح بن سعيد بالعرج مع عتب. المركز الرابع مشاهدين الكرام تحمل الرقم 17 سهيل بن محمد الهاملي. المركز الخامس شعار عايض بن حميان الدوسري هو الفائز معنا. هذه هي النتيجة النهائية مشاهدين الكرام للخمس المراكز الأولى. أتمنى تسجيل الهجن المشاركة عند الإخوان عند نقطة البداية لتسهل لدينا مهمة التعليق في هذا اليوم وفي هذه الأشواط. متابعين الكرام في كل مكان انطلقت الأشواط المتبقية، شوط من ضمن أشواطنا المتبقية شوط 11، 7:50، 7 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لصبر، 7:57 توقيت مميز. تهانينا.